أتعبك السير يوما فلا تنس من حيث أتيت. قيل أيضا الرجوع إلى الأصل فضيلة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سلام على السولاتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. الزلف اللون مرحبا يسوان، سكرب وين ديتوالين لاشين يما سنعيمات دي فرنسا سينا غزول مرحبا يسخ، وانا عندي توالين ديك التمزوارو تسينا مرحبا يسخ، قلعيلا يما سنعيمات دي فرنسا. ان شاء الله اتقرض ابوني لايك ان كومونتير دا مشطوح يشبحنا مخونوي ان شاء الله. افدينا مرحبا يسخ وين عندي توالين دني غسك ديك التمزوارو مرحبا غس الحبابي اكون دملان ساكو ساوند الوصفات تجديد، يعني ماشي تجديد ولكن كنت نبدأ الفيديو لنادى الرجوع إلى الأصل فضيلة نغلى الأصل النغ أكني دناني مزورة الجديد حبو القديم لا تفرط فيه، الجديد حمليت نعشقيت أقديم وتسامح ديس وتفرط ديس أساكي ساكنت الوصفة ندولما الدولما نلقى رعا تزكزاو تسو زمور إن شاء الله تنال الإعجاب نون داكي وين يسعينا للفور يزمر سيخدم أكني الطريقة يكينو يعني كيف كيف ان شاء الله كنت تعجب داك المقادير نسعى. اليوم جيتكم بوصفه الدولمه القرعه تاع القرعه الخضراء، عفوا الدولمه تاع القرعه الخضراء بالزيتون ان شاء الله تعجبكم بالطريقه هذه تاعي، طريقه سهله مهله وتبعوا الوصفه لاخر ان شاء الله. وفيها ايضا مخ الشيخ وصفه اخرى، يعني هذا الفيديو ما فيش غير وصفه واحده، فيه ثلاث وصفات، وصفه تاع الدولمه ووصفه مخ الشيخ وسلطه ايضا، سلطه رائعه رائعه. تبعوا الفيديو للاخير. كما راكم تشوفوا هنا عندنا طماطم، يعني عندنا الخضروات تاعنا، عندنا القرعه الخضراء، عندنا البصل تاع الورقه، واللي مش متوفر عنده البصل تاع الورقه يعني يستخدم البصل العادي، عندنا حبه قارص، عندنا معدنوس، التوابل عندنا فلفل كحل، الملح والكمون. هنا عندنا الفيونداش الكميه اللي حبيتيها انتيا، انا ما استخدمتش كامل هذه الكميه اللي عندي، يعني عمرت القرعه اللي عندنا ومن بعد قسمت الكميه اللي قعدت لي على اثنين، درت شويه كريات درتهم كريات والنص اللي قعد لي طبيعه الحال خبيته في المجمد. هنا نشدو البصله تاعنا بعد ما درنا كامل لي زيبيس في هذاك الفيونداشي تاعنا، غطينا وخليناه جانبا، وهنا نقطعوا البصل تاعنا رقيق كيف ما العاده. لكن كنا التواليم قري غير كل زيبيس الفيونداشيينو قري غير فلفل افركان الملح الكمون شطحنا المعدنوس ايمان نطفاتي بصلتينو قزمت هكاك ترقيقانت دا كان وي تكسرون تنا غنقر البصل اسنانو تمغرو اسنات نتوما عارفين تمقرانين الماكله نزيد انا نو لي زيبيس الناغ الملح فلفل افركان الكمون شطحنا المعدنوس انا نو زمور الناغ يعني زمور داك كاين توغسلي لا سوج دارت الطريقه تنتلاق الفيديو يعدان قال الفيديو يعدان طاجين الزيتون تصور ما كن يعني ديت غير الملح ني كيدس راني غاستي مغرو في الطمقران تن الماكله الطوماطيش نتبعض ايمان داكي غريعة سامان جات ديوب على نار قليلة يعني السرحة غير مليح حيث يمس دا كان قزم الكورجات هنا كنا التواليم هنا يعني بعد ما قطعت البصلة تاعي زدت لها لي زيبيس كيما شتو زدت لها الملح فلفل كحل والكمون وشوية معدنوس وزيت الزيتون تاعنا وزدت لها مغرفة كبيرة تاع الطوماطيش تاع الباطا وزدت عليهم الماء مرقتهم وخليتهم يطيبوا على نار متوسطة. هنا شتو كيفاش قطعت القرعة تاعي وكي نفيديها بهذا المستع البطاطا اللي نقشرو به البطاطا، طريقة سهلة جدا ورائعة يعني بالنسبة للمبتدئات تجيهم سهلة. هنا يعني باش القرعة تاعكم ولا أي خضرة ديروا بها الدولمة كي تفيديوها زيدوا عليها شوية تاع الملح ناشتو في هذيك الأخرى خلطت الملح درت الملح عفوا وفي هذه اللي راني ندير دوكا فيها الكمون وفلفل الكحل داك كانت توالي ما تكزم على القرعينو في دات المسن السويس نسقشر كنيك البطاطا ايمرنا راني غنشطح كنت سكي دايره الخضره نا تمسس راك زوز راه غنشطحنا الملح انا سخلط الكمون يقفل في الافركان سخلطات كيف كيف سخلطات نجمع ايمن غري غا زرم طريقه غري غيس القرعاني ايمن عمرات سبيون داشي. هنا بعد ما عمرت كامل القرعه تاعي بالفيونداشي هنا لاصوص تاعنا راهي واجده يعني البصل تاعنا راهو طاب ولاصوص تاعنا راهي واجده هنا ندير القرعه تاعنا ونخلوها تطيب جانبا دا كذا نو القرعه ينو اتجا غتصب ستاويل
إما أنا متكش متسبين داك القرعة ينو تيات با أني راس لي بولني الفيون داشي. هنا بعد ما طابت القرعة تانا زيت لها دوك لي بول تا فيون داشي وخليتها تتشرب المرقة تاعها على نار قليلة. كما راكو تشوفوا هنا هي الوصفة الثانية، هذه الوصفة الثانية اللي سميناها مخ الشيخ، يعني المخ تاع الشيخ من غير ما يعني كما نقولوا مش مخ حقيقي، المخ الكذاب، وصفة كذابة. هذه هي الدولمة تاعنا كما راكم تشوفوا هنا، الدولمة راهي واجده معايا، لاصوص تاعها خثرت، طفيت عليها. وهذه الطريقه تحبي ديريها في الميكرووند كما درتها انا، ولا ديري يعني الكميه اللي عندك ديريها في سنيوه ولا في مول اللي تمشى في الفران، ديريها في الفرن. هنا ندخلوها ونشعلوا عليها يعني حتى يذوب لنا داك الفرماج ونخرجوها. هذه هي الدولمه تاعي راهي واجده، زدت عليها رشه خفيفه تاع المعدنوس كما راكم تشوفوا جات ما شاء الله، يعني وصفة رائعة رائعة، سهلة مهلة بالنسبة للمبتدئات. ونتمنى أن الوصفة هذه تكون نالت إعجابكم. وإحنا ديما الجزائريين يعني معروفين في شهر رمضان، في شهر المبارك، يعني نحبوا هكا الدولمة، يعني تقريبا بزاف من العائلات الجزائرية يطيبوها، وكاين يعني يطيبوا بزاف يعني الدولمات. كاين اخواننا المصريين يقولوا المحشي وحنا نقولوا الدولمه تاع الخضراء، كاين تاع البطاطا، الجزر، يعني متنوعه الخضره كامل حنايا كنديروهم. هنا عندي هذيك القرعه اللي فيديناها اللي فرغناها من الكورجيت تاعنا، كاين بزاف اللي كيطيبوا الدولمه يعني تبقى لهم هذيك الحشوه اللي فيديوها من الخضره تاعهم ما يعرفوش واش يديروا بها. انا اليوم جيت نشارك معكم طريقتي، يعني ما نرميهاش، كاين انا ساعات كاين وين نديرها، نخبيها في كونجيلاتور وندير شربه ولا ندير لاصوب نجبدها وندير بها السوبه، وساعات نديرها كيما راكم تشوفوا نديرها على هذه الطريقه اللي سميتها مخ الشيخ. هنا عندي البصل هذاك تاع الورقه اللي قعد لي ما حبيتش نرميه، طيبت به. وانتم الا لم توفر عندكم بطبيعه الحال يعني استغلوه، واذا ما عندكمش قطعوا بصله رقيقه، بصله صغيره قطعوها رقيقه وحمسوها شويه، ديروا لها مغرفه تاع الزيت وحمسوها شويه. انا هنايا كلمسه واضافه زدت عليها هذاك الجامبو، الجامبو قطعه تاع الجامبو ولا بنه ضمه البنه، عفوا ضمه البنه كل واحد واش يسميها. زدت عليها نص، ما زدتهاش كومبلي، زدتها زدت غير نص يعني باش تعطينا البنه، وما زدتش عليه الملح، درت غير هذيك الكميه. هنايا كنت قطعت هذيك القرعه تاعي قطعتها رقيقه، ربيت عليها حبه تاع طماطم، زدت عليها شويه معدنوس، وزدت عليها فصوصه تاع الثوم. داك كنا توالي متقزمه القرعه نيينو قزمتك ترقيقه، ترني غاس راباغاس سكرفجا في استعقيت الطوماطيش، شرني غاس شطح انت الشرف، شطحنا المعدنوس، اما نقريغاس نقريغاس انت مغرفه الزيت، البصل نيينو قريغاس جوت جنبو، قريغاس النفس نعقيت جنبو، داك رني في ملالين انت ملالين تبغى ما ترنم تترنم، تبغي ما تشتت كانك ني كما تكتوكه. كما راكم تشوفوا هنايا يعني زدت عليه زوج حبات بيض، البيض يعني نتوما اختياري نتوما، ولا حبيتوا كاين اللي ما يحبش البيض يخليها هكذاك كي بحال التكتوكه. هنا راني كنت طفيت له، طفيت عليه زدت البيض تاعي وطفيت عليه وخليته جانبا. هنا نمروا لتحضير السلطه تاعنا مع بعض، سلطه رائعه رائعه، خصوصا الناس اللي تعاني من الغازات واللي عندهم من الكولو عندهم المصران، يعني هاد الطريقه رائعه، ولا اللي عندهم رائحه في الفم تاعهم، رائحه كريهه في الفم تاعهم. يعني هنايا انا استخدمت النعناع، النعناع معروف عليه يعني عنده عده فوائد. وهنا نقطعوا كامل الكميه اللي عندنا، الكميه تاع النعناع انتم تحكموا فيها، كاين اللي يحب بزاف نعناع سينو ديروا غير وريقات ما ديروش بزاف الكميه كما انا، ولكن انا يعني درت كميه معتبره تاع السلطه ودرتها يعني اللي قالت لي احتفظت بها في الثلاجه. هنا نقطعوا الخيار تاعنا ونقطعوا الطماطم تاعنا بهذه الطريقه، وانتم يعني كل وحده والطريقه اللي تحب تقطع بها الخضر تاعها. المهم انكم تقطعوا النعناع رقيق بزاف باش يعني كي تاكلوه ما يجينيكمش. كنا توالي من ذاك يقزمع النعناع ينو الرقيق، انا نقزمع الخيار، انا نقزمع تعقيت الطوماطيش، شرني غاس التفاح، ذاك التفاح يعني اسدي مود البنه، النيضن، النيضن يعني فريمون
وحده سوني ساعه عندها غير الرمان قال وقتنا الرمان زمانه النوم تاع قايين الرمان. هنا كما راكم تشوفوا راني قشرت التفاح تاعي نقطعوا مربعات صغار، واللي عندهم توفر الرمان طبيعه الحال كي نكونوا في وقت الرمان يزيد عليه حبيبات تاع الرمان، راه رائع ومفيده مفيده مغذيه هذه السلطه. هنا لحقنا لاخر الفيديو، هذو هما الاطباق اللي وجدنا، هذه هي التكتوكه تاع مخ الشيخ، وهذه السلطه تاعنا، وهذه لاصوص تاع الدولمه، والدولمه تاعنا بطبيعه الحال. هنا نقول لكم لحقنا لاخر الفيديو، تهلاو في روحكم او ندينا حتى نمرت. سلام.